يعني أعتقد للمرة الأولى الأحداث الخارجية تؤثر على تصويت الناخب الأمريكي. هناك فئات عديدة وخاصة العرب والمسلمين بالتأكيد لديهم قناعات كبرى بأن بايدن وهاريس وغيرهم لم يستطيعوا بالفعل أن يحققوا السلام على أرض فلسطين، ولم يتدخلوا لدى نتنياهو بالشكل الكافي الذي يمكن أن يردع نتنياهو ويؤكد على ما طرحه الرئيس بايدن من خلال المبادرة الثلاثية مع مصر ومع قطر. هذه قناعة لدى الناخب الأمريكي أن حكومة بايدن كانت حكومة ضعيفة ولم تحقق النتائج المرجوة، ولذلك كان هناك يعني أمل كبير جدا لدى بايدن ولدى هاريس من ضرورات التوصل إلى حل ينهي ويجعل وقف القتال أمر مهم ويضمن دخول المساعدات وغير ذلك من المبادرة التي طرحت، حتى يستطيع أن يقدمها للناخب الأمريكي لتكون حافزا له في التصويت لصالح الديمقراطيين، ولكن لم يتوصلوا إلى هذه النتيجة. ومن ثم فإن ترامب أيضا هو في نظر كثيرين لن يحقق السلام الذي يتمناه العرب، ولكن بالتأكيد هناك من سيصوت لصالح ترامب لأسباب أخرى ربما غير مرتبطة بالقضية. القضية الأساس التي ستكون محور أساسي هي القضية الفلسطينية، هي الوضع في غزة، الوضع في لبنان، الوضع في إيران، كلها قضايا متشابكة مع بعضها البعض، بالتأكيد ستكون هي المطروحة على جدول أعمال المرشحين الأمريكيين. دكتور محمد